هل الرياضيات مادة صعبة؟ لماذا يجب أن نتعلم الرياضيات؟ ما علاقة الرياضيات بالعلوم الأخرى؟ هل يؤثر تعلم الرياضيات على عمل الدماغ؟ هل يتعلم ذو صعوبات التعلم الرياضيات؟ استراتيجيات وتقنيات رقمية لتعلم وتدريس الرياضيات، الجيوجبرا والحساب الذهني، دور المدرسة والبيت لجعل تعلم الرياضيات رحلة ممتعة. كل هذا وأكثر في مبادرتنا بشارة الخوارزمي لأنشطة الرياضيات وبرعاية الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة. محاضرات وورش عمل وندوات وأنشطة يقدمها أبرز المختصين والخبراء التقنيين. مبادرة مجانية تستهدف ولي الأمر والمعلم والطالب في الرياضيات. انضموا إلينا لجعل الرياضيات أسلوب حياة.